متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة إليكم. هذه النشرة الجوية خلال 24 ساعة القادمة هذه الليلة تكون الأجواء مستقرة في كافة ومعظم مناطق المملكة، وتكون مائلة للبرودة في المناطق الشمالية للمملكة وأكثر اعتدالا في باقي المناطق. أما نهار يوم غد فيطرى ارتفاع قليل على درجات الحرارة والأجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة. هذه الليلة في العاصمة الرياض تسجل درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية والأجواء غائمة جزئيا بوجه عام. أما نهار يوم غد في مدن ومحافظات المملكة سنبدأها من الشمال من منطقة إسكاكا. المتوقع أن تسجل 23-12 في عرب 22-12 وفي تبوك 22-11 درجة مئوية. في المناطق الغربية في المدينة المنورة 29-18، جدة 27-24، في مكة المكرمة 30-22، وفي الطائف من 23-15 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية في أبها 21-13 أجواء مستقرة، في الباحة 16-12 أجواء مائلة للبرودة كالعادة ولكنها مستقرة، في جازان 31-25 درجة مئوية، في الإحساء 26-15، في الدمام 24-15، وفي حفر باطل من 23-13 درجة مئوية. أما في العاصمة 24-14، في بريدة 23-11، وفي حائل من 21-11 درجة مئوية. إذن هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير ومحبة، إلى اللقاء.